مرحبا بحضراتكم مرة تانية، وجي ميعاد مائدتنا المستديرة، مائدة عامرة الحقيقة بأهل الخبرة وأهل الاختصاص من النواحي التشريعية الأكاديمية المهنية، الناس اللي إيديها في الاقتصاد في الشغلانة الحقيقة من كل الأطياف الحقيقة. فاسمحوا لي سريعا أن أنا أرحب بضيوفي الكرام، سيادة النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. سيادة النائب مساء الخير. مساء النور استاذ حضرتك. اهلا وسهلا عمرو. اهلا وسهلا ناصر بيه. اهلا وسهلا. الترحيب ايضا بسيادة النائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان مجلس الشيوخ عن تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين. سيادة النائب محمد اهلا وسهلا. اهلا بيك. مشرفنا يا فندم. ايضا الترحيب بالاستاذ الدكتور ايمن غنيم استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه بالقاهره. دكتور ايمن اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك. مشرفنا. اهلا وسهلا. ايضا الترحيب موصول بالاستاذ احمد عبد الواحد رئيس شعبه مستخلصي الجمارك بالغرفه التجاريه. اهلا وسهلا استاذ احمد. اهلا بيك. اهلا بيك. يعني كنت بقول لحضرتك قبل الهوا حضرتك من اكثر الناس المترقبين النتائج. الحمد لله. مستخلصين والجمارك والشغل. تمام. طيب. ان شاء الله. اسمح لي ابدا، واسمح لي دكتور ايمن ابدا بفكره لماذا مؤتمر اقتصادي؟ يعني كان حتى في العرض للسيد رئيس مجلس الوزراء كان في ثلاث مؤتمرات قبل كده على فترات زمنيه في توقيتات مختلفه بظروف مختلفه. اسمحوا لي ابدا مع الدكتور ايمن غنيم استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه. ما أهمية الحاجة في هذا التوقيت لعقد مؤتمر اقتصادي مصري يكون في مختلف الأطياف عشان تناقش خريطة الطريق للتعامل مع الظرف الدولي المفروض علينا، زي ما قال يعني الدكتور محمد العريان، جار ظروفه صعبة، الجيران المنطقة كلها فيها ظروف صعبة، فبالتأكيد ده هيأثر عليا وعلى بيتي. أهمية هذا المؤتمر من وجهة نظر حضرتك؟ والله يا فندم هو هذا المؤتمر جه في وقته الحقيقة، لأنه مصر شهدت في الثمان سنوات الماضية عملية بنائية لم تشهدها من عهد محمد علي ويمكن أكتر. يعني الخبراء بيقدروا التكلفة الاستثمارية للمشروعات القومية الكبرى بحوالي يعني تكلفة تقدر بقرب 8 تريليون جنيه مصري. مصر استطاعت ان هي تضيف 7000 كيلومتر مثلا لشبكة الطرق، وصلت بها ل 30000 كيلومتر. بالنسبة للكهرباء من 31 ألف ميجاوات ساعة وصلنا ل 59 ألف ميجاوات ساعة، يعني 2.8 حجم السد العالي، ده بعد الزيادة. حجم السد العالي كتوليد كهرباء طبعا. العاصمة الإدارية الجديدة مثلا ده كمثال، اتكلفت المرحلة الأولى اللي هي إن شاء الله هتفتتح قريب 800 مليار جنيه مصري، وده لم تتحمل منها الدولة شيء، لكن كان أغلبه أو كله تقريبا من حصيلة بيع الأراضي والمشروعات. العالمين الجديدة مثلا 240 مليار جنيه مصري. مدن الجيل الرابع حوالي 20 مدينة بامتداد الجمهورية. مشروع قناة السويس الجديدة، سواء التفريعة الجديدة أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أو الأنفاق اللي تحت القناة. هذه العملية البنائية الحقيقة كان هناك للأسف بعض الأصوات تشكك، سواء إما عن عدم علم أو بغرض، وكان التشكيك بينصب على ما هو المردود الإنتاجي، ما هو المردود الداخلي لهذه العملية البنائية. فالمؤتمر الاقتصادي النهاردة جاي يحط النقط على الحروف، ازاي نقدر ان احنا نستثمر العملية البنائية دي في اللي سيادة الرئيس بيقول عليه، اولا اخراج الشعب المصري من دائرة العوز، ثانيا تحقيق التنمية المستدامة. وعشان كده الحقيقة النهاردة خطاب سيادة الرئيس كان يعني انا بعتبره خطاب تاريخي، لانه لاول مرة في تاريخ مصر رئيس الجمهورية بيتكلم بعلم الادارة الحديثة. الرئيس بدأ خطابه باللي احنا بنسميه في علم الإدارة بالفيجن أو الرؤية. الرؤية دي لو بنتكلم حتى على شركة، أنا عايز الشركة بتاعتي تكون فين في المستقبل. احنا عايزين مصر تعمل حاجتين، أولا إخراج الشعب المصري زي ما الرئيس قال من دائرة العوز، ثانيا تحقيق التنمية المستدامة. التنمية المستدامة زي ما بنعرفها وهي قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو ثابتة ومستمرة ومستقرة بدون التأثير على الموارد أو على البيئة لضمان استدامة هذه التنمية وعدالة توزيع ثمار هذه التنمية. دي الفيجن. طيب الميشن أو المهمة بالضبط. المهمة لو بنتكلم على شركة أو مشروع أو دولة، المهمة هي إزاي أقدر أوصل للرؤية بتاعتي. أقدر أوصل للرؤية بتاعتي باستثمار العملية البنائية دي عشان تبقى أساس أسمنتي ل باقي القطاعات. نعم. لبنية بالضبط، لبنية إنتاجية. صح. إما
تطوير البنيه الانتاجيه الموجوده حاليا او زيادتها، دي الميشن بتاعتي. طيب ببدا بقى احولها الى ما يسمى بالجولز او الغايات. الغايات اللي كانت السيد الرئيس اتكلم فيها قبل كده، وهي زياده مثلا الصادرات المصريه من 31 مليار دولار مثلا في العام الماضي، وهو كان رقم قياسي مصر ما وصلتوش قبل كده، ولكن طبعا اقل بكتير جدا من طموحاتنا، الى الحد اللي بنتكلم عليه وهو 100 مليار دولار. هو ده الغايه، هو ده الجول. ببدا بعد كده اقسمه بقى الاوبجكتيفز او اهداف. هنا بقى بيجي دور رجال الصناعه، سواء كانت مصانع كبيره او وهو الاهم المشروعات الصغيره والمتوسطه والمتناهيات الصغر، في تحويل هذه الغايات او الجولز الى اوبجكتيفز، الى اهداف صغيره اقدر اقيسها بتوقيتات محدده وبواجبات على كل ستيك هولدر، على كل صاحب مصلحه. ومن هنا بتيجي بقى اليوم الثاني، وهو تحسين بيئه الاعمال وتمكين القطاع الخاص، ثم اليوم الثالث بعد لما بنتفق مع بعض في حضور رؤساء الهيئات والوزراء، نتفق على ما هو المطلوب من كل قطاع عشان اقدر ان انا اصل الى هدف تصدير 100 مليار دولار في السنه، ما هو المطلوب من كل قطاع وما هو المطلوب من الحكومه بمشاركه من الكل. الجميل انه الرئيس النهارده اتكلم على ده، واتكلم على دور كل ستيك هولدر او دور كل صاحب مصلحه، اتكلم على فكره اداره التغيير، تشينج مانجمنت، ازاي ان انا عندي في مقاومه طبعا للتغيير، لانه حتى في القران الكريم يعني يقول لك هذا ما وجدنا عليه اباءنا. في مقاومه طبيعيه عند اي انسان او عند اي مجتمع للتغيير، ازاي اقدر ان انا ادير عمليه التغيير عشان اصل الى هذا الهدف المنشود. عظيم، اشكر حضرتك على ده، واكيد لسه ليا يعني اسئله محتاج اطرحها على حضرتك، ولكن لو تحولت لسياده النائب المهندس ياسر عمر، وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب، النهارده كان في مصارحه وكان في مكاشفه فيما يتعلق ببعض الامور، بعض الافكار زي ما قال الدكتور ايمن، اللي قد تكون نقص معلومات او قد يكون في غرض، يعني فكره اولويات التنميه، هل المشروعات دي اثرت على الخطه او على الموازنه ولا لا؟ هل المشروعات دي تم تمويلها من الموازنه ولا لا؟ زي العاصمه الاداريه الجديده، شفت ازاي فكره المصارحه والمكاشفه النهارده بالافكار؟ لا، العاصمه الاداريه الجديده قولا واحدا لم تمول بمليم واحد من موازنه الدوله. عشان الامور تبقى واضحه جدا، لان الكلام ده متكرر بقاله كذا سنه، لكن فعلا موازنه الدوله ما دخلش فيها مليم للعاصمه الاداريه الجديده. لكن دائما في اعقاب الازمات، ولو نفتكر بقى نيجي بقى في الحرب العالميه الاولى والثانيه، يعني احد رؤساء امريكا قال لك انا لو يعني عملت الطريق ورجعت هديته تاني وعملته تاني هعمله عشان اشغل الناس اللي موجوده. ده فترة الكساد الكبير. ايوه بالظبط، بعد الحرب العالمية. مظبوط. احنا دلوقتي في الوقت الحالي يعني في حاجة كده زي مقدمة لحرب الله اعلم تخلص امتى، احنا بتاعت اوكرانيا دي كنا متوقعين شهر شهرين تخلص القصة، لكن واضح ان هي ممتدة معانا، ويعني في دوافع انها ايه ناس عايزة ايه تولعها تاني، فقصة بالنسبة لنا لازم كنا النهاردة نقعد ونحدد الرؤى بتاعتنا، واخد بالك احنا عايزين ايه؟ يعني انت اللي سند العمليه معانا من ناحيه الخطه من موازنتنا، بيني وبينك تحويلات العاملين من المصريين من خارج البلد دي سندت معانا. لازم بقى نبدا نفكر بطريقه تاني. عندنا شورت في العمله، ابدا واخد بالك مش هقفل استيراد بالكامل، لا احدد اولويات، اخف الاستيراد مثلا بمليار جنيه في مليار دولار في الشهر، يبقى انا في سنه وفرت 12 مليار دولار. ولو بدانا بالتدريج، ما احنا مش هنوصل ل 100 مليار دولار زي تصدير دي في يوم وليله، لو بدانا بالتدريج وبقى نزيد حتى بال 15 مليار ولا 20 مليار في السنه، يبقى انا وفرت تقريبا 32 مليار دولار اللي هم قد الاحتياطي اللي عندي النهارده 33 مليار دولار. يعني لكن ما ينفعش ان انا اقعد طول عمري ادافع عن الجنيه المصري من الاحتياطي، ده كلام مش مقبول. وما ينفعش برضه ان انا اقعد مستني الهوت ماني اللي في اي كعبله بيسيبني ويمشي. طبعا الكلام ده ايه، لازم النقط دي تتحط على الحروف ويتحدد بقى ايه. تفهم فن دي هتكون قطيعه مع الهوت ماني او الاموال بص مش قطيعه معاها، مش قطيعه معاها. يعني انت لما تبص الهوت ماني هو اللي طلع من مصر مثلا ايه حاجه و20 مليار دولار، خد بال حضرتك. انت لو انت بتستورد كنت ب 7 مليار دولار تقريبا في الشهر، لو خليتهم 6 مليار اكيد مش هياثر على حاجات اساسيه، اكيد
مش هيأثر على حاجة أساسية. يبقى أنت كده رشطت 12 مليار دولار من استيرادك. ال 12 مليار دولار من استيرادك ده هترشطهم بإيه؟ صناعات صغيرة واخد بالك تقدر إيه تصنعها في مصر وتستخدمها في السوق المحلي. ولو جودت بقى في حاجات تاني أجود تصدر واخد بالك، وده المطلوب. يعني ما ينفعش النهارده تركيا، شوف عملتها عشان برضو الناس تبقى فاهمه، تركيا النهارده عملتها نزلت نزول رهيب صح، ومع ذلك صادراتها زادت 13% في فتره الحرب الاوكرانيه دي. ده في دول بتتعمد خفض العمله المحليه عشان تكون أيوه ميزه بالزبط في التصدير بالظبط يعني. كده احنا يعني الميزه دي جات لنا في 2016 بس للاسف الشديد ما استغلناش استغلال سليم. كان في هناك تنافر بين السياسه الماليه والنقديه، اعتقد الفتره دي هيبقى في تناغم بين السياسه الماليه والنقديه. اكيد. طيب الـ الخطه والموازنه، انا بتكلم عن خطه الموازنه. أيوة. اكيد في وسط الازمات دي اللي العالم فيها اكيد في بعض النواحي في الموازنه العامه ممكن نيجي عليها عشان نماشي قطاعات اخرى. أيوة. ارجو حضرتك تطمنا على القطاعات اللي بتهم الناس، يعني الـ الـ الدعم، الاكل والشرب، الصحه، التعليم. الدعم في الموازنه الحاليه اللي احنا فيها، احنا نفسنا كنا متحوطين للي ممكن يحصل دوه، لان طبعا الموازنه جت ايه بدانا نشتغل فيها في 1/4 كانت مزبوط. الحرب الاوكرانيه الروسيه يعني. لا بقى لها شهر و10 ايام ولا حاجه. فاحنا تحوطنا وحطينا تقريبا 130 مليار جنيه احتياطي للكلام اللي ممكن كان يحصل، وبالتالي هم دول اللي مستغلين في الفتره الحاليه في يعني تثبيت الاسعار للحاجات الاساسيه. طبعا انت الدعم الحاجات الاساسيه انت الدعم بتاعك ايه؟ عباره عن رغيف العيش، عباره عن في دعم بترول واخد بالك، ودعم بترول يعني مش قليل، كبير واخد بالك. الحمد لله انه في استقرار الفتره تثبيت دي. سعر البترول ومشتقاته اليومين اللي فات، وده يعني كنتوا عاملين حساب ان ممكن يتثبت او ممكن يعلى على حسب يعني. بص حضرتك احنا كنا متوقعين ان هيعلى واحنا دارسين على 80 دولار. هو خد بالك هو الفتره اللي فاتت عدى ال 110 وبعد كده بدا ينزل بقى خد بالك حضرتك. انا متوقع دايما في حاله حدوث تضخم ويبدا يعلى يعلى التضخم، بيجي بفتره الناس كلها ما بتقدرش تشتري، يبدا فتره ركود. انا اعتقد احنا داخلين على فتره ركود، فبرضه الاسعار بتاعه البترول هتهدى. تمام. فبالتالي مفيش مساس بال ال ال بص حضرتك الحاجات الاساسيه الخاصه بالتعليم، الصحه، مفيش لا مفيش مساس بيها خالص، بالعكس بالعكس واخده في الموازنه دي يعني اكتر من حقها كمان. عظيم. دي جزئيه مهمه لازم اروح فيها للسيد النائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشيوخ. اكيد جزء من حقوق الانسان الماكل والمشرب والمسكن، ده شيء بديهي. شايف ازاي في وسط الصراعات اللي هي اقتصاديه قبل ما تكون حتى سياسيه وعسكريه، ازاي الدوله قادره تحافظ، وازاي المؤتمر يكون نافذه او مساحه الناس تقدر ان هي تطمن على هذه الاوجه؟ شوف فكره ان يبقى في مؤتمر يطلع فيه رئيس الوزراء يعمل برزنتيشن يتكلم عن الاوضاع الاقتصاديه في الأربعين سنه اللي فاتت، الازمات المتتاليه، وصلنا لايه، عملنا لايه، ده في حد ذاته شيء مطمئن مش بس للمواطن العادي وللمستثمر كمان، علشان فكره ان انت يبقى في عندك رفعت حاله عدم اليقين عند الناس. فده اول حاجه. فيما يتعلق بمساله شبكات الامان الاجتماعي وحقوق الانسان، حقوق الانسان طبعا هي منظومة واسعة عالمية مرتبطة كلها ببعضها وبين على الخط فيها حاليا، لكن في نهاية الأمر شبكات الأمان الاجتماعي جزء مهم ومؤثر. عندنا شبكات أمان اجتماعي، عندنا شبكات أمان اجتماعي كويسة، لكن الحقيقة هي مش كفء كفاية، ده أكتر من سبب. بعضها بيحصل فيها تسربات، بعضها بيحصل فيها تكلفة عالية جدا لإدارة هذه المنظومة، لأن أنا في الآخر أنا بوجه 87 مليار جنيه للدعم. طيب تكلفة إدارة منظومة الدعم دي، ده سؤال مهم لازم أفكر فيه وقارنه بالبيست براكتسز في الدنيا ماشية إزاي، وأشوف إزاي أقدر أقلل التكلفة دي، لأن أي وفر حقلو حاضر أوجهه للمواطن. ده رقم واحد. رقم اتنين، لما نيجي نبص على مسألة برضو الـ التمكين الاقتصادي، هي المسألة مش بس مسألة إن أنا أفضل أدي للمواطن دعم بصورة مستمرة في صورة سلع أو في صورة نقدية، لكن المهم إن أنا أخلق المناخ اللي يقدر يخلق لي حالة من التمكين الاقتصادي، لأن أي برنامج دعم في الدنيا المفروض يكون الهدف منه
المفروض يكون الهدف منه مش ان انا بدخل قد ايه ناس جوه منظومه الدعم، لكن انا بخرج قد ايه ناس من منظومه الدعم. هو ده الهدف في الاساس، ان انا امكن الناس اقتصاديا ان هو ما يبقاش محتاج للدعم، محتاج لهذه المساعده. بس اتعودنا زي ما الدكتور ايمن بيقول، اتعودنا من الخمسينات ان الدعم ده بص انا عايز اقول لك زي البطاقه في الجيب. الدعم بدايه الدعم يمكن بدات من بعد الحرب العالميه الثانيه، يعني ارهاصاته، بس في الاخر ده الامر اللي عندنا. فاحنا محتاجين نبص ازاي نقدر نخلق مخناخ يدعم التمكين الاقتصادي. دعم التمكين الاقتصادي ده جزء منه متعلق بمسألة تحرير الاقتصاد، ان انت تدي فرص للناس ان هي تشتغل، انك تحفز القطاع الخاص ان هو يخش في المشروعات بتاعته ويقدم الشغل بتاعه من غير ما تحط له عوائق بصور مختلفة، سواء جمركية او غير جمركية. على سبيل المثال ان انت ما يكونش عندك حالة من عدم الاستقرار في السياسات التنفيذية بتاعتك. يعني انت ممكن واحد عامل مصنع بيقوم تاني يوم الصبح يلاقي سعر الطاقة عالي عليه من غير ما حد يرجع له، على سبيل المثال. او يحصل لك قرار زي القرارات اللي حصلت مثلا وتسببت في الباكلوج الكبير او تراكم البضايع في المواني. فكره ترشيد الاستيراد مهمه، بس انا في الاخر لازم ابص انا بعمل ايه. وقبل ما اقول يلا انا هفرمل الدنيا عشان اوقف الاستيراد، لازم افهم كويس جدا ان انا اكتر من ثلثين الصادرات بتاعتي مواد اساسيه وسلع بسيطه ومدخلات انتاج، اللي هي بالتالي هتاثر على صادراتي، ففي الاخر بالظبط هتاثر على الصادرات بتاعتي. يعني في نهايه الامر اذا انت عايز تصدر لازم هتستورد، ولازم تفتح التجاره وتبقى بين الـ يعني تبقى عندك دخول وخروج للبضايع والاموال بسهوله. فاحنا محتاجين نبص لده ونفكر فيه. اكيد عظيم. طب ده ياخدني للاستاذ احمد عبد الواحد وشعبه المستخلصين. اكيد انتوا عينيكوا على كل الفعاليات، شايف حضرتك كنت حاضر النهارده؟ لا او لا او هتحضر؟ اه هنحضر. اه دكتور علاء عايز حضرتك بالظبط. اه دكتور علاء كان لسه معانا بالفعل يعني على التليفون من شويه. الى اي مدى شايف ان الامور ممكن تتحرك، او الى اي مدى ممكن ان يكون في انفراجه قريبه، وايه الخطوات اللي ممكن تطالبوا بيها يعني؟ لا طبعا هو في انفراجه يعني الحمد لله، حتى النهارده مؤشرات المؤتمر الاقتصادي اللي نادى بيها الرئيس النهارده يعني ادت احساس بالمكاشفه والمصارحه للمجتمع كله، ايا كان المجتمع تجاري صناعي استثماري. ويمكن حضرتك يعني فخامه الرئيس قال النهارده ان في حاجات من عند ربنا موجوده، ودي حقيقة حاجات موجودة في مصر. اللي هي ايه؟ مصر ربنا حبانا بالبحر الأحمر والبحر الأبيض، ربنا حبانا بعشرات المواني الموجودة واللي مش موجودة في الدول اللي جنبينا. احنا عندنا بنية تحتية مش موجودة يعني اقدر اقول في الشرق الأوسط او في الدول المجاورة، ونقدر نستغلها في تنمية صادراتنا. يعني هل يعقل ان مصر تقعد تلعب في الرينج من 15 ل 18 ل 30 مليار دولار؟ رقم لا يليق بمصر في ظل التوسعات اللي اتعملت. احنا النهارده عندنا مواني اعماق السفن فيها بتساع يعني احجام كبيره، وفي نفس الوقت عندنا مواني جافه اتعملت سواء في السادات سواء في بني سويف في دمياط الجديده مع العشرات المواني دول. فانسب حاجه اجيب منها الدولار النهارده هي تجاره الترانزيت ولا هتاكل. طب معلش ولا عايز اسال حضرتك سؤال بحكم خبرة حضرتك والعمل في هذا المجال كمستخلص، شايف السلع اللي داخلة إلى أي بنسبة كام لكام منها سلع قبل أنها تكون مواد خام عشان تدخل في صناعات وبالتالي تكون قابلة للتصدير، قد إيه من أو بيقابلها قد إيه سلع رفاهية وسلع استهلاكية الحقيقة، يعني هي قد تكون عبء أو حمل على الاقتصاد أكتر منها مطلوبة في بعض الأحيان أكيد يعني، ولكن كام لكام مين يكسب؟ شوف حضرتك النهاردة مفيش صناعه ومفيش تصدير من غير استيراد، احنا متفقين واخد بال حضرتك، ولكن ايه اللي بيستورد؟ لكن احنا معظم الخامات اللي عندنا خامات كتير، انت عارف يعني احنا يعني ربنا ما حبناش بغابات مثلا خشب تمام. خلاص بنستورد خشب يعني دي حقيقه، ربنا ما حبناش بتعجين بستانلس ستيل بتخش في الادوات المنزليه ما عندناش بتروكيماويات بقدر كافي، في الحقيقه كل دوت استيراد بغرض التصدير. احنا عندنا انظمه السماح المؤقت والدروباك وممكن نستفيد بيها، اي نعم محتاجه بعض التعديلات والتشريعات في السماح المؤقت والدروباك ان احنا نسهل ازاي الاسترداد للمصدر، لكن لو حسبنا التصدير بالاستيراد لا يقارن. يعني انا 30 مليار لا انا قصدي فندم استيراد سلع تدخل في الصناعه وقبل التصدير، واستيراد بعض السلع الكماليه اللي بنسمع دايما يقول لك ده احنا بنستورد ما اعرفش سجاير بقد ايه، بنستورد لب بقد ايه، بنستورد قهوه بقد لا يعني احنا هنقول 60%. لكن مين؟ 60% للواردات. للواردات اللي هي تدخل في الصناعات يعني بالظبط. لكن احنا المرحله الجايه احنا عندنا ممكن نستفيد بتوطين الصناعات، عندنا حاجات كتير عظيم. واخبر حضرتك ازاي؟ يعني احنا عندنا لوحدنا مدينه الاساس دي مش موجوده في الشرق الاوسط، دمياط. في دمياط وعندنا مواني جافه ليها
وعندنا ميناء بحري ليها. مدينة الأساس دي لازم تستغل، ولازم تستغل بفكر دولة وفكر حكومي وفكر قطاع خاص، بمعنى ان ما فيش حاجة تتم للقطاع الخاص غير بتشريعات. ويمكن معالي النواب معايا في التشريعات، ايه المشكلة ان نعمل سجل المصدرين لكل شاب؟ ما عنديش مشكلة. انا ببص للشباب الموجودين في شرق اسيا 17 و18 سنة بيصدر اي حتة. النهارده عندنا معوقات في استخراج السجل المصدرين. معالي رئيس الوزراء عمل الشهر اللي فات السجل التجاري ب 1000 جنيه. ليه ما افتحش للشباب دول كلهم؟ تعال اعمل سجل المصدرين. عنده ورشه او ورشه مصنع صغير مثلا في دمياط او في اي مهنه يقدر يصدر يعني. اتبناه. احنا عندنا محافظه البحيره 60% من صادراتنا محافظه البحيره، احنا الاول في مصر البرتقال. ليه ما عظمش تصدير البرتقال؟ ليه ما عملش مصر كلها سجل مصدرين في المحاصيل الزراعيه؟ انا في الرمان دوله زي الصعيد وحضرتك عارف البداري ده مطلوب بالاسم في كل العالم. مظبوط. ليه ما عملش المزارعين سجل مصدرين واخلي البنك يتبنى؟ تعالى انا جاي لي اعتماد 100,000 دولار معيش فلوس عشان اجيب، تعالى يا بنك ساعدني والفلوس عندك. لازم فكر التصدير عندنا يتغير، فكر الستينات والسبعينات ده لازم يتغير. احنا محتاجين تشريعات. احنا كده بعد الفصل هيبقى فيه تقل طبعاً في الرد في الجانب الايمن يعني. لا بس على فكره التشريعات بتاعتهم هم بالذات احنا عملنا لهم قانون جمارك. ايوه واخد بالك. المفروض ان ايه امورهم كانت تبقى ماشيه المفروض. وبعدين لا ما هذا دلوقتي القرارات بتاعت البنك المركزي هي اللي عطلتكم. معلش لا معلش انا لسه لغايه دلوقتي بنرد الرسوم السماح مؤقت والضروبات مصعوبه. احنا عايزين سيستم يتعمل نحسس المصدر بسهوله الاجراءات. هو دايما ناقص حته بس ناقص السيستم. عشان كده اسمحوا لي اطلع فاصل، وبعد الفاصل اسمع التعقيب واسال الدكتور ايمن. واضح ان حتى الازمات اللي بنتكلم فيها قد يكون لها حلول يعني. يعني الكتالوج موجود صفحه الاجابات والله موجوده، وفي اسئله واجابه بس الاجابات موجوده. بس يعني ايه اللي ناقص؟ ايه اللي المفروض يتعامل؟ ده اللي نعرفه بعد الفاصل. ارجوكم خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بضيوفي الكرام والمائدة المستديرة من التشريعيين والتنفيذيين وأهل الخبرة الأكاديمية الكبيرة في الاقتصاد. ويعني فرصة الحقيقة أن احنا نفكر كده بصوت عالي ونشوف إيه المشاكل وإيه الحلول وإيه المعوقات. فبجد الترحيب بحضراتكم مرة تانية. اسمحوا لي أرجع مع دكتور أيمن غنيم أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية. دكتور أيمن، يعني احنا سمعنا من النواب الكرام ومن الأستاذ أحمد ممثل للمستخلصين الجمركيين موضوع يعني مجموعه من المواقف. سؤال لحضرتك، لاي مدى حضرتك شايف ان لو قلنا العقد اللي موجوده في شله الصوف الخاصه بالاقتصاد المصري، في 5 6 7 8 عقد كده، ولكن قد يكون في عقده رئيسيه لو اتحلت اتفكت كله هيكر وراها. الى اي مدى العقد اللي موجوده في الاقتصاد المصري يمكن حلها والتعامل معها؟ والله يا فندم، هو سيادتك شبهتها بعقدة، وده تشبيه جميل جدا، لأن أنا بشبه الاقتصاد المصري في الثمان سنوات الأخيرة بمكنة كانت تروسها كلها مهترئة وسيورها مهترئة، تم استبدال العديد من التروس الكبيرة بتروس على أعلى مستوى، لكن لسه المكنة مش قادرة تشتغل بقدرتها التامة نتيجة إن في بقى تروس صغيرة قوي هي اللي موقفة الدنيا. طيب الأساتذة اتكلموا على الحقيقة أكتر من محور. أولا محور ترشيد الاستيراد مع عدم تقييد الاقتصاد، لأنها ما ينفعش أن أنا النهاردة يبقى عندي اقتصاد مقيد وأجي أقول أن أنا عندي تصدير، أجي أقول أن أنا عندي عملة يعني بتتداول بحرية. طب الحل إيه؟ الحل كان بشكل عام في الوثيقة اللي طرحها مجلس الوزراء في يناير 2022 بشأن المرحلة الثانية مثلا من مراحل الإصلاح الاقتصادي، وكان هدفها توطين الصناعات وتعميق التشابكات. تعميق التشابكات يعني إيه؟ يعني أنا النهاردة لو عندي مثلا صناعة سيارات، لا أنا بدل ما المكون المستورد مثلا 60% أنا عايز أقلله 30 أو 40%. إزاي؟ عن طريق إن أنا بقى بنيت بنية أساسية، اقدر النهارده بقى عندي تواصل او اتصال ما بين المصانع المختلفه، اقدر مثلا ان انا ادعم الصناعات المغذيه زي صناعه الاساس، صناعه الزجاج، صناعه البطاريات، بحيث ان انا اقلل المكون المستورد. فدي نقطه. النقطه الثانيه، لو بنتكلم على كيفيه دفع التصدير الى حتى الحد اللي بيتناسب مع
البنية الأساسية الضخمة جدا اللي اتعملت واللي ممكن تبقى قاعدة أسمنتية لتصدير عالي. أنا عندي حاجتين، أولا ممكن إن أنا أنقل تجربة ناجحة أو التجارب الناجحة في العالم مع تمصيرها. ثانيا الاستماع لرجال الصناعة في أولا إقليميا وقطاعيا، لأن هم دول اللي إيدهم في الموضوع وهم دول اللي عارفين المشاكل الصغيرة. يعني أنا أديت سيادتك مثال، مثلا اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، فكرة بسيطة جدا إنه الدولة اليابانية كانت بتربط ما بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري في الخارج ووزارة التجارة والصناعة، علشان الوزارة نفسها تتولى تسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر. برضو احنا لسه عندنا يعني فكر قديم شوية اللي هو انه التمويل هو اهم حاجة. طبعا البنك المركزي لعب دور مهم جدا في توفير تمويل رخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهيات الصغر، نعم، وكذلك الجهاز اللي هو الدولة انشأته بموجب القانون 152 سنة 2020 بشأن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولكن لما يجي مثلا نشوف التجربة اليابانية دلوقتي، زي ما بقول لحضرتك الدولة هي اللي كانت بتتولى بيع هي بتشتري من المصانع الصغيرة بالعملة المحلية وتبيع بالعملة الصعبة بعد ما تكون اوريدي عارفة ان السوق بره طالب الحاجات الفلانية دي، طالب هي بتتعاقد خارجيا بالزبط. وبتلم من المصانع المحلية بالظبط. فكده يبقى الدولة بتبيع بالعملة المحلية او انا اسف بتشتري بالعملة المحلية من المصدر وبتبيع لبره بالعملة الصعبة. طب انا ممكن ان انا يعني نمصر الكلام ده بقى، ممكن عن طريق شركة النصر للتصدير والاستيراد، ممكن في افكار كتير جدا ممكن تتعمل اللي بيسموها افكار خارج الصندوق. هي مش خارج الصندوق، هي اتعملت وتنفذت في دول تانية وتجربت. الكتالوج الكتالوج نعم. التصديري نعم. يعني في المنصة دي يعني موجودة المفروض نعم. يعني. ولكن الفكرة انه المشروعات الصغيرة اللي هي احنا يعني بنعول عليها لدفع الاقتصاد، هي عندها مشكلة ان ما عندهاش ما يسمى باقتصاديات الوفرة او اقتصاديات الكم او الايكونوميز اوف سكيل. يعني يعني هو مشروع صغير، طب هيقدر ازاي ان هو يتواصل مع الناس مثلا المستوردين بره، هيقدر ازاي انه يعمل حملات تسويقيه؟ ده دي قدره مشروع كبير. فهو لو بيصدر بيجي بقى حد من بره ويستغله وياخد منه البضاعه باقل من سعرها. طب ما انا ممكن يعني عن طريق الوزاره عن طريق الدوله ان انا اتبنى عمليه التسويق صح. وعن طريق استخدام يعني مصر ليها علاقات خارجيه مثلا بجميع دول العالم بالذات الدول الافريقيه من الستينيات من ساعه ما كنا بنساعدها على الاستقلال، واصبح لمصر فيها سفارات ومصر لها مكاتب تمثيل تجاري، وكان في تراث حتى تراث لشركه النصر للتصدير والاستيراد في دول الكوميسا في افريقيا في اسيا. ليه ما استغلش ده؟ كل ده ممكن يكون دي افكار المفروض تكون مطروحه على المائده، ولكن بمشاركه زي ما قلنا الهيئات المختصه وبمشاركه رجال الصناعه في كل قطاع وفي كل اقليم. عظيم. انا يعني بدات استشعر ان الدكتور ايمن لما كان بيقول على التروس، قدرت الدوله ان هي تغير تروس كبيره كانت قديمه بتروس تانية جديده، ولكن لسه في تروس صغيره هي دي اللي معطله المكنه ومش مخليها تطلع قماش. حاسس ان التروس الصغيره دي هي البيروقراطيه، لان كل ما بيجي يتكلم مع مستثمر يقول لك ده الموضوع بيقف عشان فتح الحساب بياخد 5-6 شهور عشان افتح حساب وانا جاي استثمر مثلا. الموافقات بتاخد معرفش قد ايه، فبتلاقي دايما المستثمر عنده مشاكل بيروقراطيه. عارف التروس دي ممكن يكون منها ايه؟ احنا لما بنعمل قانون بيطلعوا له لائحه تنفيذيه. طبعا يعني اللائحه التنفيذيه دي ساعات هي بتفقد القانون اللي احنا كمشرعين بنقصده. ليه؟ احنا لما عملنا قانون الجمارك كان لنا هدف، وهدف واضح ان نسهل على المستورد وعلى المصدر وان نقلل فتره بقيان البضائع في الجمارك، واخد بالك؟ تمام. لما جه بقى اتدخل البنك المركزي، واخد بالك، وكان في بضائع وصلت، فاللي مش اللي منع خروج البضائع مش الجمارك. الجمارك مسافه انت بتدفع الفلوس بتاعه البضاعه اللي جوه الجمرك، خلاص هتطلعها لك، مش هتمسك فيها. ففي ايه يعني التناغم بقى هو ده اللي ناقص، زائد بعض التفاصيل الصغيره في اللوائح التنفيذيه اللي بتكلكع في بعض الاحيان. ما مع الوزير بعد اذنك، اللوائح التنفيذيه احيانا بسميها فرامل. بالظبط. انا عايز انطلق فرامل طموح المشرع. انا عايز انطلق. لا لا لا، انا اقول لك حاجه. انا فاكر في مجلس من المجالس القديمه عملنا قانون، والقانون ده ما كانش على مزاج وزير الماليه في ذلك الوقت،
قعد سنتين عشان طلع لائحه تنفيذيه والقانون ما بيتنفذش من غير لائحه تنفيذيه مش هتنفذ. وبعدين الحكايه مش حكايه بنك مركزي برضو، انا عندي جهات عرض كتير داخله مع الجمارك. يعني تيجي النهارده هتسال يقول لك انا بضاعتي واقفه في الجمارك، الحقيقه ما بتكونش واقفه في الجمارك، انا عندي جهات عرض متداخله كتير من جهات العرض كانت لا بس في جهات لازم تبقى يعني لازم تكون موجوده، خاصه الجهات الموجوده حاجه المتعلقه بالامن القومي دي ما فيهاش كلام. تناغم لازم يكون في تناغم ايوه، يعني مع البنك المركزي مع الجمارك مع جهات العرض المختلفه عشان ابدا حتى اقول سرعه الافراج الجمركي. طب ما النهارده المستثمر هيجي لك ليه؟ هيقول لك زمن الافراج الجمركي عندك قد ايه والضرايب عندك قد ايه عشان ابدا اعمل حسبتي. هو الضرايب دلوقتي احنا ما بنغيرش فيها ثابته، محدش جه ناحيتها بقى لها اربع خمس سنين عشان امور واضحه يعني الضرايب بس احنا عايزين ثابته بنطالب انشاء الرسوم مش ثابته ومش هنزود ضرايب يعني فكره بس الرسوم مش ثابته يا باشمهندس. لا الرسوم بس هي الفكره وتقدير الضرايب مش ثابت الوقت اللي بياخده برضه الوقت اللي بياخده يا سياده محمد فريد الوقت اللي بياخده المستثمر عشان ينشئ مشروع حضرتك انا عايز اقول لحضرتك على حاجه بس معلش لازم نكون صراحه احنا دوله في وسط 190 دوله فلا نعيد اختراع العجل اكيد في دول عندها كل دول العالم عندها امن قومي كل دول العالم عندها جمارك ليه في دول بتقدر تشتغل بسرعه وتدخل البضاعه بتاعتك في ساعتها في ثلاث ساعات وفي اربع ساعات وفي يوم وفي عندك الوضع اللي عامل هنا ما ده ليه ده يرجعنا لفكره الاجراءات التنفيذيه المعطله اللي عندك فكره التحول الرقمي على سبيل المثال دي من الموضوعات المهمه اللي احنا لازم نفكر فيها تاني احنا بنفكر في تحرير الاقتصاد وفي الاستثمار لازم نبص للدنيا حوالينا عامله ازاي احنا بننافس الدنيا كلها والدنيا كلها بتنافسك فانت النهارده ازاي تقدر تخلق ميزه تنافسيه ليك وازاي تقدر تتحرك في دول ما عندهاش اي نوع من انواع الموارد اشتغلت بايه اشتغلت ان هي عملت سيستم جيد جدا فعال جدا للتجاره فقدرت ان هي تبقى دوله عندها مستوى معيشه محترم جدا مستوى تعليم عالي جدا كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها. طب السيستم ده مستورد ولا هم عملوه مستورد او عملوه مش هي دي القضيه لا. مش دي القضيه القضيه ان هم في سيستم اتعمل ايوه السيستم دوت ما عادوش الاختراع بتاعه ايوه نقول لحضرتك ازاي وقال لك انا والله لا انا لازم اعمل ما هي الفكره في كده ممكن يتمصر زي ما تفضل وعلى فكره عايز اقول لحضرتك على حاجه تجربه اليابان ممكن بالظبط بشكل او باخر واحيانا تناغم السياسات واحيانا تناغم السياسات النقديه والماليه بيكون كارثي عارف ليه لان انت عندك لما بتتكلم على ان انت تجبر نوع من انواع التناغم علشان تقدر تعمل تمويل مستمر من الهوت ماني فتثبت وتدافع عن سعر ده. الصرف ما ده كده هم مش متفقين ده هم كده متفقين فانا خليني اكمل بس حضرتك بتدافع عن سعر الصرف حضرتك بتدافع عن سعر الصرف وبتضيع عليك فرصه تصديريه وفرصه انك تحرك الاقتصاد بتاعك فانت بتدافع عنه بدون ادنى داعي علشان في الاخر تامن فكره استمرار الكاش فلو بتاع الهوت ماني اللي جه في لحظه معينه وسابكم وعلى فكره مش عيب برضو تاني يعني المساله مش عيب ابدا ان انت يبقى عندك هوت ماني بالعكس مهم ومصدر تمويل مهم مصدر تمويل مهم هتوظفه فين هي الفكره في الاخر ببساطه شديده جدا حضرتك بتستلف قوي هتستلف بكام سعر الفايده اللي انت هتستلف بيه كام وهتودي الفلوس دي فين عشان تعرف ترد بعد كده ببساطه قدرت تحل التلات امور دول الدنيا هتمشي كويس جدا معاك مش هيحصل اي حاجه حضرتك كان ليك سؤال في حل التكدسات الموجودة في الموارد صح كده البضائع النهاردة كان السؤال ده مطروح النهاردة صحيح إلى أي مدى الإجابة كانت بالنسبة لك دايما مستني الإجابة لسه لسه بكرة بكرة الإجابة طيب هل في بوادر طبعا في بوادر يا بس أنا يعني دايما أقول إن يعني إحنا يمكن الأزمة اتعالجت بأكتر من اتجاه كان زمان حضرتك لو رجعت في التأمينات كان في حاجة اسمها لجنة ترشيد الاستيراد تمام لجنة ترشيد الاستيراد دي كان فيها مندوب من الجمرك في لجنه البنوك وكان فيها وزاره الاقتصاد ايام مصطفى السعيد وكان فيها من البنك المركزي فانا مره واحده ما جيش اقفل الاستيراد ما ينفعش القفل ده ما ينفعش اعمل لجنه ترشيد استيراد انت بتستورد 100 طن ورق معلش عشان ظروف الدولاريه وظروف البلد خد 20 مره دي وانت بتستورد ستانلستيل مثلا ب 100000 دولار لا المره دي خد ب 10000 دولار اعمل لجنه ترشيد الاستيراد امشي قطاعات الصناعه بس عارف حضرتك اسهل طريقه للترشيد ايه انك ما تدافعش عن سعر صرف مصطنع وتحرر سعر العمله وتبقى هي بتمام ما طبعا ما عندي مكاشفه مش هتحتاج تلف اللفه دي كلها لا انا بتكلم عشان ترشيد الاستيراد بس انا اصلا لو فتحت الاستيراد انا مش هيكفيني 50 مليار يا فندم لو انا فتحت الاستيراد لكن انا بقول اخلي المصانع كلها تشتغل بس كل واحد يشتغل على قده لا بس المصانع دي مستلزمات التشغيل دي ما فيش حاجه اسمها تعمل كنترول عليها نهائي دي لازم ايه
تيجي دي اولويه زي القمح زي الزيت زي الكلام ده كله ازاي مع الوزير؟ طيب ايوه لكن احنا بنتكلم على الترشيد في ايه المخصصات الترشيد في الحاجات الاستهلاكيه اللي ممكن احنا كشعب نتقشف سنه يعني الترشيد ممكن واخد بالك في الناس اللي في الناس اللي بتسافر بره على الفاضي وعلى المليان يا سيدي السنه دي ما تسافرش ظروفنا السنه دي لغايه ما تتوازن ويجي لنا تدفقات دولاريه نهدى شويه في السفر يعني في كلام ايه بيطلع عملة من البلد ما ينفعش في السنة دي والسنة الجاية الكلام ده يحصل. طيب رأي حضرتك يا دكتور أيمن؟ والله هو في أكتر من جانب. أولا طبعا زي ما سيادة النائب محمد فريد تفضل وقال أنه تحرير السعر هو اللي بيؤدي إلى كفاءة استخدام الموارد وهو اللي بيؤدي إلى أن العرض يساوي الطلب. ده ممكن نقول أنه هو علم الاقتصاد بيقول كده، بس برضه هو العلم بيقول أنه ده ممكن يؤدي الى تضخم يعني غير محسوب. فهي في النهايه يعني ودي النهارده المشكله اللي بتواجه مصر وبتواجه العالم كله، مشكله التضخم. هو التضخم ده له نوعين برضه عشان نبقى فاهمين. اول نوع اللي هو التضخم نتيجه لزياده الطلب على السلع والخدمات، ده طبعا ممكن البنوك المركزيه بتواجهه بزياده الفايده بحيث نقلل الاستهلاك ونزود الادخار فيحصل تهدئه شويه للاسعار. النوع الثاني وهو المشكله بقى النهارده العالم بيواجهه ومصر بتواجهه لسببين. النوع ده هو التضخم نتيجه زياده الاسعار مدخلات الانتاج. احنا بنواجهه نتيجه اولا لزياده او يعني ضعف الجنيه وزياده سعر الدولار قصاد الجنيه، ده نمره واحد. ونمره اثنين طبعا نتيجه للحرب الروسيه الاوكرانيه. احنا كمصر يعني الدولة المصرية قررت مواجهة هذا النوع بزيادة الانتاج زيادة التصدير او محاولة زيادة الانتاج وزيادة التصدير. طبعا هناك دول اخرى في العالم بتعاني من نفس هذا النوع وهو التضخم الناتج عن زيادة التكلفة اللي بيسموه cost driven inflation، واجهوا ده بزيادة الفايدة. وده علشان اولا هذه الدول وصلت لمعدلات عالية في الانتاج فهو ما يقدرش يزود الانتاج اكتر من كده يزود العرض اكتر من كده قوم يقلل الاسعار. احنا على العكس احنا نقدر ان احنا عندنا فرصه باعتبار ان احنا اقتصاد صغير ويعني محاط باسواق استهلاكيه وعندنا سوق افريقيا سوق الكوميسا حتى اسواق جنوب اوروبا فنقدر نزود الانتاج سواء الانتاج المحلي لتغطيه احتياجات السوق المحلي او زياده التصدير. بس هي المشكله ازاي ممكن بقى نزود هذا الانتاج ونزود هذا الانتاج في فتره صغيره هي دي المعضلة. ولكن يعني فكرة تحرير سعر الصرف بالكامل بدون زيادة الانتاج طبعا ده هيبقى له محاذير. يعني هو تحرير سعر الصرف مش غلط، هو في النهاية لازم يتحرر. في 16 اتحرك وثبت والاسواق استقرت والنشاط كان كويس حتى العمله كانت موجوده، يعني كان عايز عمله من البنك كان بياخد العمله ده هو بعد ما عيني بدا ينزل بدا ينزل مظبوط نعم. ولكن لازم مع تحرير سعر الصرف يبقى في اجراءات بتوقيتات لزياده الانتاج وزياده التصدير علشان ما يبقاش عندي يعني تحرير سعر الصرف زياده سعر الدولار وبالتالي زياده تكلفه مدخلات الانتاج وزياده الاسعار على المواطن من غير ما يكون في على الجانب الاخر زياده انتاج وبالتالي تصدير وعملة تيجي بالظبط. فلازم الاثنين يمشوا مع بعض يعني صح دايره بالظبط هي دايره. ومش دايما الاجراء الاقتصادي في حد ذاته بدون اجراء اداري بدون اجراء يشجع الانتاج مش دايما هو الحل. الحل هو المنظومه المتكامله، تحرير الاسعار طبعا لان هو ده اللي بيؤدي لكفاءه استخدام الموارد، هو ده اللي بيؤدي الى انه السوق يظبط ويوزن نفسه. مثلا سياده النائب اتكلم على الناس اللي بتسافر كل سنه، طب ما هو لما الدولار هيعلى عليهم مش هيسافروا، هي دي فكره كفاءه استخدام الموارد وفكره انه تحرير سعر او تحرير اي أو سلعه او تحديد قيمه معينه يقدر الناس تسحب بيها من بره. يعني مساله المشتريات اللي كانت الشهر اللي فات دي كانت عظيمه جدا، وضع حد للسحب الدولاري مثلا من بره بالظبط. ولكن كل هذه الاجراءات هي اجراءات مؤقته بدون ما نتحرك بقوه في اتجاه الانتاج في اتجاه التصدير في اتجاه زياده المعروض في السوق المحلي. حتى وان كانت هذه الاجراءات صح لكن مش هتؤدي الى النتيجه المنشوده اكيد. طيب انا استاذن حضراتكم نخرج فاصل سريع وبعد الفاصل هبقى الحقيقه يعني محتاج ان انا اسمع كلمات ختاميه من حضراتكم. ايه هي الروجيتا لو في توصيات اكيد هتكونوا حريصين تقدموها، ايه اللي ممكن يتقال، ايه هي التوصيات بعد الفاصل؟ ارجوكم خليكم معنا.
استكمالا لمجهودات الدولة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا وتزامنا مع المؤتمر الاقتصادي، سلم التحالف الوطني للعمل الأهلي في محافظة بني سويف عقود 300 مشروع صغير بهدف تحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية من خلال إقامة مشروعات صغيرة توفر مصدر دخل يضمن لهذه الفئة حياة كريمة. الحقيقة هي المشروعات التمكين الاقتصادي اللي احنا بنعملها من خلال جمعية الأرمان هي بتمول مشروعات قائمة فعلا بتدعمها من خلال تمويلها لضمان استمرارية المشروعات القائمة بالفعل مع المواطنين اللي عندهم مشروعات بالفعل قائمة، لضمان استدامة هذه المشروعات من خلال التمويل اللي بيقدم من مؤسسات المجتمع المدني. والله هم هنا بيمولوا المشاريع وبيساعدونا، فأنا جاي عشان خاطر أعمل المشروع أكل منه وأشرب منه وجهز البنتين اللي موجودين عندي. عملنا مشروع بقالة كان عنده صغير جدا وفتحته وجبت فيه ثلاجة ووسعته بأجل الفلوس دي وبأجل حياة كريمة. نشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا. برحب بحضراتكم مرة تانية، والحقيقة أنا شاكر جدا للمشاهدين الكرام اللي بيتفاعلوا معنا على اللايف على فيسبوك وبيبعتوا أسئلة. واحد حقيقة من الأسئلة أو من الطلبات مشاهدة كريمة الست أو الأستاذة منى بدر، وده شق تشريعي الحقيقة، هي بتقول طيب بمناسبة المؤتمر الاقتصادي لازم يكون في نظر أو نظرة إلى مسألة المعاشات والمواطنين اللي هم المعاشات والأسعار والظروف والغلاء والكلام، فهل في ممكن يعني تشريعات حزم تشريعية مسألة الحماية الاجتماعية ازاي توجه مثلا لبعض الفئات اللي اصبحت اولى كمان بالرعاية؟ بص حضرتك يعني المعاشات دي كانت مشكلتهم كبيرة وتم حلها بالقانون اللي اتعمل لهم من 3-4 سنين، ووزارة المالية بتسدد يعني جزء كبير من المبالغ دي. يعني انا اعتقد ان في العام المالي الحالي وزارة المالية هتسدد 190 مليار جنيه، فده يعني ايه المعاشات. لكن هذا لا يمنع ان طبعا دايما في بدايه العام المالي السيد الرئيس بيطلع قوانين واخد بالك بزياده بنسب معينه في المعاشات وكده، لكن انت عارف المعاش ده حاجه اكتواريه، المفروض على قد ما دفعت على قد ما بتاخد. طبعا قيمه الجنيه اختلفت عن زمان عن دلوقتي، وبالتالي عشان كده بتتعمل الالوات والكلام ده كله. اكيد فدي يعني ده كده يعني في الموازنه دايما ايه بتتراعى ان شاء الله. رساله من حضرتك كوكيل لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب للمشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي، إن الحمد لله كل الأمور مراعاة، الاحتياجات الأساسية، الدعم، التعليم، الصحة، المرافق، كل ده مؤمن. يعني بص حضرتك كل ده مؤمن بنسبة 100% في موازنة العام الحالي. تمام. وإن شاء الله يعني القادم هناك تشريعات كتير خاصة يعني بمصر الرقمية واخد بالك، وبالتوقيع وتعديل في أحكام التوقيع الإلكتروني. يعني في شغل إيه اللي عشان يسهل العملية على الناس كلها، ميبقاش الشغل إيه يدوي، مفيش خلاص اليد ده كل سنة. طيب فإن شاء الله دوركم الرقابي في تنفيذ بعض القرارات. احنا عملنا لهم قانون الجمارك. لو ليهم أي ملاحظات على هذا القانون أو في اللائحة، اللائحة ممكن تغيرها الحكومة، دي الحكومة اللي عاملاها. مظبوط. لكن ما اعتقدش القانون هيبقى فيه ملاحظات، اكيد هي الملاحظات تبقى في اللائحه. يعني احنا قلنا بعض الملاحظات في الغرفه التجاريه وبعتناها، ممكن ان شاء الله يكون في بعض التعديلات يعني، وخاصه في معوقات التصدير. يعني عايزين التصدير ده بقى كلها اكيد لائحه، طالما معوقات التصدير يبقى لائحه، يبقى اللائحه، يبقى الحكومه تبع الحكومه، يبقى ليه جزء مهم في المؤتمر ان شاء الله النهارده وبكره، لان في ثالث يوم اعتقد سيادة النائب محمد فريد في الجلسه الخاصه بالصناعه، يعني الجلسه المهمه اللي هتكون المكبره الخاصه بالصناعه قبل اعلان التوصيات. تتوقع الامور تمشي ازاي؟ تتوقع ازاي هتتعامل الحكومه مع توصيات المؤتمر ومخرجاته؟ لا انا ارى ان في جديه في التعاطي مع المساله، والجديه دي كانت باينه من توجيهات سياده الرئيس باقامه المؤتمر واللي شفناه النهارده في المؤتمر. وما بينهم بقى من مساله وثيقه ملكيه الدوله، من اجراء التشاور حوالين هذه الوثيقه، من حتى حجم المدعوين في المؤتمر وتنوعهم وتنوع خلفياتهم، فبالتالي في جديه. انا يعني ده امر حاسم، بالتالي اتوقع ان هيتم التعامل مع المخرجات والتوصيات بتاعه المؤتمر بصوره فعاله وبسرعه.
لان الوقت يعني مش في صالحنا. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه المهمه جدا برضو هي مساله، وده يعني ده دور بنشتغل عليه في مجلس الشيوخ، هي مساله قياس الاثر التشريعي. يعني احنا في قوانين كتيره بتطلع، احيانا بتطلع على لوائح، احيانا بتقعد فتره معينه، بعدين بنشوف في الاخر الاثر التشريعي بتاع هذه القوانين ايه، اذا كانت محتاجه تعديلات، اذا كانت محتاجه اللوائح فيها توصيات تتعدل، اذا كان حتى البنيه التشريعيه نفسها ممكن قانون يكون جيد جدا لكنه مبني على قانون تاني، فالقانون التاني ده ما بقاش مناسب للتطورات اللي بتحصل او خلافه. فمساله قياس الاثر التشريعي اعتقد من الامور الهامه جدا اللي تساعد في استقرار البنيه التشريعيه الداعمه للاستثمار. عظيم. طيب دكتور ايمن، للاسف الشديد احنا من بين الحروب اللي بنواجهها مش بس يعني ازمات اقتصاديه ولكن شائعات، محاوله تصدير ان لا امل، انا اسف المصطلح، ان الدنيا سودة مفيش حل. ولكن لاي مدى حضرتك شايف ان ايا كانت المشكله اللي احنا بنواجهها زي اي دوله في العالم واي اقتصاد في العالم بيواجه النهارده مشكلات حتى اعتى الاقتصادات واقوى الاقتصادات، ولكن الى اي مدى نقدر ان احنا نملك ادوات تعبر بينا الى يعني مستويات اكثر امانا في الاقتصاد؟ والله يا فندم هو احنا كان ما يبقى فيش امل وكان يبقى الصوره سوداء لو كانت كل هذه المشاكل وما بنبنيش، ما فيش حاجه بتتبني على ارض الواقع. كان طول ما في حاجه بتتبني على ارض الواقع فاحنا مطمنين على البلد، وزي ما سياده الرئيس قال انه ربنا سبحانه وتعالى بيحرس هذه البلد. بس انا الحقيقه عندي يعني ملحوظتين او يعني املين الحقيقه. الامل الاول انه يا ريت خارطه الطريق اللي يعني سيتمخض عنها هذا المؤتمر تبقى خريطه تفصيليه لكل قطاع، زي ما قلنا كل قطاع رجال الصناعه سواء صناعات كبيره يعني مصانع كبيره او وهو الاهم الصناعات الصغيره والمتوسطه والمتوسطة الصغيرة، هيقعدوا مع الوزراء المختصين مع رؤساء الهيئات، فياريت يكون في لكل قطاع خارطه طريق. هذه الخارطه تبقى بالتفاصيل، واهم حاجه ان يبقى فيها اهداف استثماريه، اهداف انتاجيه، اهداف تصديريه، الكل متفق عليها، كل ستيك هولدرز او كل اصحاب المصلحه متفقين عليها. رجال الصناعه يقولوا والله انتوا عايزيننا نزود استثماراتنا في القطاع عندنا بكذا، عايزين نصدر السنة الجاية واللي بعدها واللي بعدها بكذا، ننتج كذا، اعملوا لنا كذا. فيبقى هذه الأهداف كل متفق عليها، وخطوات سواء على الجهاز التنفيذي أو على رجال الصناعة ممثلين في الغرف التجارية والصناعية، هذه الخطوات الكل متفق عليها. فده أول رجاء. تاني رجاء إن ياريت يكون في محور خاص للمصريين في الخارج. المصريين في الخارج هم كنز مصر الغير مستغل. يعني النهارده ميزان المدفوعات المصري اكبر يعني مصدر للعمله الصعبه النهارده المصريين في الخارج 31 مليار دولار في السنه، قناه السويس بتجيب 7 مليار، التصدير لما زاد وعمل رقم قياسي 31 مليار دولار. طب المصري في الخارج ده واحد قاعد بره هو بيعمل حاجتين، اولا بيبعت فلوس عشان اهله يعيشوا وياكلوا ويشربوا الاحتياجات الاساسيه، بس هو يهمه مستقبله، يهمه يعمل حاجه لمستقبله. القرار اللي اتخذ اللي هو قرار اعفاء السيارات من الجمارك ده قرار كويس، ولكن احنا عايزين نوفر لهم بقى فرص استثماريه علشان يبدا يجيب فلوسه عشان يستثمر في حاجه هو شايفها وحاجه هو شايف ان لها مستقبل. طب الاوعيه للادخارات الدولاريه حضرتك شايفها ازاي؟ والله هي طبعا هي بادره كويسه، بس احنا عايزين بقى نستوعبهم في حاجات اكتر. عايزين اولا مثلا ليه الدلتا الجديده، الاراضي الزراعيه المطروحه في الدلتا الجديده ليه ما يكونش فيها اولويه للمصريين في الخارج، واللي هيجيب دولار يبقى له مثلا سعر تفضيلي. الخصخصه، برنامج الخصخصه والاكتتابات اللي هي المفروض تتعامل فيه سواء صناعات الغزة والنسيج او كل الصناعات اللي احنا يعني المفروض تطرح للقطاع الخاص من اجل زياده الكفاءه في هذه الصناعات، ليه ما يكونش فيها نسبه تطرح المصريين في الخارج جوه وثيقه سياسات ملكيه الدوله اللي هي كل القطاعات اللي هتتخرج من الدوله يكون في حصه للمصريين في الخارج بالظبط ياخدوا اسهم فيها شركات ناجحه يعني بالظبط. وده هيبقى مورد اولا للعمله الصعبه، ثاني حاجه سيادتك بتدي له يعني حاجه قدامه، حاجه يعني ملموسه قدامه بيستثمر فيها لمستقبله. فهو ده اللي ارجوه الحقيقه. عظيم. استاذ احمد يعني توقعاتكم ايه بقى الورقه دي؟ الحقيقه بس هاخد الدكتور المصريين بالخارج، الحقيقه المصريين فعلا بالخارج دول كنز يعني. فانا يعني بستغرب ان برضو التحولات اللي بيجيبوها دي المفروض تكون اضعاف كده بكتير، وفي افكار ليهم كتير. يعني في ناس في الخارج في الجاليات كلهم بيقول لك انا عايز اعمل حاجه لبلدي بس مش هقدر انزل لان عندي استثمارات كبيره، فكان يقول لك انا عايز الوزاره تجي لي عندي وانا هعرض عليهم امكانياتي وفلوسي بس حد يجي يقعد معانا. الفكر كله كان في السنوات اللي فاتت
ان بيقولوا تعالى انزل مصر وتعالى شوف الاستثمارات، لا الراجل بيقول انا يعني هديكوا فلوس وتعالوا اقعدوا معايا وعندي افكار كتيره. يعني في مستثمرين في الخارج بيقولك انا ممكن اعمل مناطق حره واجيب العربيات اللي انتوا بتنزلوها مصر وبتجيبوها متقطعه، انا هقطع جوه بلدي واجيب لكم العربيات عندكم جوه المنطقه الحره بدل الحرفيين وبدل بتجيب العربيات قطع غير غاليه. فيقولك انا اجيب العربيات جوه المنطقه الحره واقطعها، ولك انا اتكفل بالكلام ده. لو حضرتك لو احنا سافرنا لهم وقعدنا معاهم هنلاقي عندهم افكار كتيره جدا. وعم بيقولك ايه، بيقولك ما تعمل لي عندي جوه السفاره شهر عقاري، اعمل لي عندي خدمه الرقم القومي، خدمه الجواز، اعمل حوالي مدنيه عندهم في كل سفاره، وخد من كل مغترب 100 دولار، واللي هو بتاع الخليج الغلبان خد منه 50 دولار لو عامل او 30 دولار، هيجي لك ملايين الدولارات بدل ما مش لاقي خدمه يعملها. بيقول لك انا بنزل بلدي، لا يعمل الكلام ده. وبعدين حضرتك برضو يعني ملف التصدير، انا طول عمري بقول ملف التصدير ده لازم يكون اولويه قصوى من رئاسة الوزراء أو من رئاسة الجمهورية. لملف التصدير دوت لازم يكون من الصغر ومن النشأ. يمكن أنا قلت أنا عايز وزارة للتصدير أو هيئة مستقلة بالتصدير وأضم ليها الجمارك، بحيث كل المعوقات اللي عندي دي تبقى في جهة واحدة، ألم الجمارك وألم التصدير وأقول معوقات التصدير إيه، واحد اتنين تلاتة، وإزاي أعظم التصدير اللي عندي، وإزاي أبرز مقاومات النجاح الموجودة في البلد. من لازم أدي ثقة صح للمستثمر، صح ودي ثقه لشبابنا، ده عن طريق المستثمر المحلي، لما ادعم المستثمر المحلي. لا والشاب انا عايز الشاب اللي قاعد قدام النت النهارده يقعد يتفرج، ابرز له مقامات النجاح بتاعتك. هل تنكر ان البلد فيها 10 15 ميناء؟ تنكر ان احنا عندنا بحرين احمر متوسط؟ تنكر ان عندنا مدينه اساس؟ احنا عندنا مقاومه نجاح مش موجود، صح. عندنا مناطق صناعيه مش موجوده. لازم ابرز الكلام ده عشان احبب الشاب في الدولار، وفي نفس الوقت اعمل سجل المصدرين. عايز اقول لك لكل مصر ايه اللي ناقصني، ما عنديش حاجه تنقصني، هي كلها فكر. لا من غير الفكر ده خالص، ودارس مواد التصدير دي من رابعه ابتدائي عشان يتخرج مهندس، خرج دكتور، يبقى عنده فكر تصديري صح. زي شرق اسيا كده، لكن انا هعتمد على رجال الاعمال؟ لا، ما هي هي تبقى نفس الكلام. اخلي المصانع كلها اللي عايز يجي يصدر يصدر، والماده ال 40 بيقول عليها المعالي الوزير دي لازم تعدل. يعني ايه الراجل سايح جاي لي في مؤتمر واشترى حاجات ب 5000 يورو اللي هي 100000 جنيه، جايب 20 عبايه، جايب شويه اكسسوارات، يقول لك هات لي تنازل. تنازل ايه؟ ما تسيبه يشتري، سيبه يشتري ان شاء الله ب 100000 جنيه. يقول لك هات لي تنازل من مصنع، مصنع العبايات ان انت هتصدر. يا سيدي الراجل يشتري، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني اغير الفكر ده خالص، مفيش حاجه اسمها تنازل. وانت عندك اداره تسويق واحده، الحوار التشريعي التنفيذي على الارض حلو. يعني يا استاذ عمرو معلش، النهارده المصانع هي عندها اداره تسويق واحده، تيجي تقول له انا جايب لك ناس من بره عشان اصدر، يقول لك لا توقيف شهر عقاري واعرف لي هتبيع بكام والمين. يا سيدي انت عندك اداره واحده، ده جاي لك مليون واحده يشتري منها. انا هحاول اشوف الجلسات هتبقوا مشاركين فيها كاتحاد غرف تجاريه دي، لازم الحقيقه نحضرها وان شاء الله نتابعها. شكرا جزيلا، اشكر حضرتك يا استاذ احمد عبد الواحد رئيس شعبه مستخلصي الجمارك بالغرفه التجاريه. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور ايمن غنيم استاذ الاقتصاد بالجامعه الامريكيه، وايضا الشكر موصول لسياده النائب محمد فريد وكيل لجنه حقوق الانسان بمجلس الشيوخ. شكرا جزيلا سياده النائب. شكر موصول لسياده النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنه الخطه والموازنه بمجلس النواب. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام، وتصبحوا على خير. الى اللقاء.